السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أيمن من موقع جوالك حياتك. جاي النهاردة إن شاء الله عشان أشرح ليكم برنامج فوتو إيديتور. اتكلمنا عليه في شرح تفصيلي، ولكن البرنامج بصراحة فيه من المميزات اللي تخلينا نعمل له شرح منفصل. برنامج فوتو إيديتور يا جماعة برنامج متاح على الستور مجانا لفترة محدودة، وهو مسؤول عن تعديل الصور اللي موجودة على تليفونك أو اللي أنت بتصورها بالكاميرا بتاعتك. عند تشغيل البرنامج زي ما ورينا حضراتكم دلوقتي من على القائمة الرئيسية، بيفتح معانا البرنامج بشكل بسيط جدا في صورة أول صورة أو آخر صورة موجودة عندك في الجاليري بتاع التليفون، بالإضافة لإمكانية الكاميرا لو أنت حابب تصور صورة بكاميرا التليفون وتبدأ تعمل عليها الايديت اللي انت عايزه. وليكن مثلا هناخد صورة، تمام، بيبدأ بعد ما باخد الصورة عن طريق الكاميرا دي إمكانية يديني الاوبشنز اللي موجودة في البرنامج اللي هو الفوتو اديتور. وبيتميز برنامج فوتو اديتور عن اي برنامج تاني انه في مجموعة ادوات حقيقي عمري ما شفتها على اي برنامج موجود في ويندوز فون 8 قبل كده. الانهانس دوت بيعمل تحسين للصوره، لو انت عايزه يعمل تحسين تلقائي او عايزه يعمل لها لو هي متصوره بالليل او الباك لايت او البالانس بتاع الصور، بيبدا يعالج الصوره. ميزه برنامج فوتو اديتور انه سريع وخفيف وسهل جدا، يعني مفيش ابسط من كده. احنا كده انا انتهيت من تعديل الصورة ديت، ممكن اختار صورة تانية من اللي موجودين عندي في الجهاز، اي صورة انا حابب اضيف عليها اي تأثير، وليكن الصور الاساسية بتاعت ويندوز 8. اقول له مثلا تأثيرات الصور الافكتس، هختار اي افكت من الافكتات اللي موجودين تحت في الصورة، وليكن الافكت دوت مثلا. هتلاحظ تفعيل الافكت فورا على الصوره بشكل سريع، وكأن انت وفر عليك وقت طويل جدا من تعديل الصوره على برنامج الفوتوشوب. هتعمل ابلاي للتعديل، هيتم ان يوري لك الصوره. من الحاجات الجميله جدا في البرنامج برضو الستيكرز، والستيكرز مثلا لو انت حابب تضيف اي حاجه على الصوره، وليكن مثلا قلب زي دوت، تقدر تتحكم في الحجم، تكبير أو تصغير، تقدر تتحكم في المكان، تقدر تعمل له عملية تدوير، أو تقدر تحذف الإفكت اللي أنت عملت له إضافة، تقدر تضيف حاجة زي كده. وكمان الميزة التانية إن أنت تقدر تضيف نص برضه، دوت هتلاقيه في الأدوات اللي موجودة تحت في البرنامج، تكتب الكلام اللي انت حابب تكتبه. بعد ما تكتب الكلمة بتختار اللون اللي انت حابب الكلام يظهر بيه في الصورة من مجموعة الألوان اللي بتبقى موجودة في أسفل الصورة. تقدر تتحكم في حجم الكلمة أو شكلها زي ما انت عايز، وتثبتها على الصورة عن طريق apply و done، بيتم حفظ الصورة في فايل جديد هتلاقيه في saved files. يا جماعة البرنامج حقيقي من البرامج اللي تستاهل ان الواحد يقتنيها في التليفون بتاعه. والميزة الكبيرة جدا فيه ان هو مجانا لفترة محدودة، فأنصح الكل باقتناء البرنامج على تليفونه. ونشوفكم إن شاء الله في شرح جاي، ونتمنى إن احنا نكون وصلنا معلومة جديدة ومفيدة. ممكن تعمل سبسكرايب لقناتنا على يوتيوب أو لايك لصفحتنا على الفيسبوك لمتابعة كل ما هو جديد. نرحب بيكم في موقع جوالك حياتك، جوالك حياتك .com. كان معاكم أيمن، وإن شاء الله أشوفكم في شرح جاي. شكرا لكم.